السلام عليكم الشباب. اليوم غادي نشوفوا ليكزومبل الثاني في الدياغنوستيك. دونك اللي ما غاديش نقدو نديرو دياغنوستيك ولا غادي يكون عندنا البروبليم با كومونيكاسيون افيك لو كالكولاتور موتور، هو ملي غادي يكون عندنا بروبليم في الفيش ديال لوبيدي. دونك نشوفوا كيفاش نتبعوا اليمونطاسيون دونك حتى لا سورس. دونك اول حاجه غادي نبرونشي لاباري ديال الدياغنوستيك. كما غادي تشوفوا كما كتلاحظوا في لاباري ديال الدياغنوستيك ما شعلش ليا التيمون داكور. دونك الحاجه اللي كنعرف هو حاجه كنفهم يا اما ما عنديش لا ماس ولا ما عنديش البليس صافي. دونك كما كتشوفوا هي هذه البلي ديال الدياغنوستيك بالنسبه لبغوش 4 و 5. دونك هي هذا الفي الكتريك هذا اللي غادي من هنايا وهابط هنايا لتحت، وهو هذا الاخر هذا اللي من هنايا وغادي هابط لتحت. دونك غادي نتبعهم نشوف فين هابطين. دونك هانتوما دونك هما هاد الجوج هادو دونك غادي نيل 31. دونك هما اللي عندهم فيهم لاماس. دونك خصني نعبر في الربعة والخمسة نلقى عندي لاماس. دونك حنا لاماس في الفيش ديال لوبي دي كتكون عندنا في لابغوش نيميرو 4 و 5. دونك غادي نشوفو هنا 1 2 3 4 5. دونك هذه هي لابغوش 4 و هذه هي لابغوش 5. دونك غادي نبرونشي نفيريفي واش عندي لي ماس ديالي كاينين هنايا. دونك غادي نحط الكوردون نوار ديالي هنايا ديال الفولت متر. دونك هو هذا الفولت متر غادي نحطو في واحد البليس عندي اللي نعرفو عندي فيه بليس بيرمانون. كيما كتشوفو عطاني 9 فولت لا طونسيون ديال لاباتري. دونك لاباتري راه مديشارجي عندي. دونك هنا كنعرف لا ماس راه كاينه عندي في لابغوش نيميرو 4. غادي ندوز عاوتاني لابغوش نيميرو 5 كونترولي لا ماس حتى هي نفس الشيء. كما كتشوفوا لا ماس واصله عندي. اونكا الى عبرت ولقيت لا ماس ما كاينش عندي هنايا، دونك هنايا غادي نمشي لي بوين ديال لوكاليزاسيون ديال لا ماس ونشوف فين كاينه عندي لا ماس ديال الفيش لوبيدي وندوز ليهم لا ماس. عندي واحد الخاصيه ممتازه في اللوجيسيال ديال اوتو داتا ممكن نستغلها في اللوكاليزاسيون ديال لا ماس. كما شفتوا دخلت للشيما الكتريك دونك غادي نمشي للسيكوريتي كونفور الكترونيك. دونك هنايا اللي كنشفتوا هنايا عندي لوكاليزاسيون دي بوين دو ماس، يعني غادي كتعطيني البلايص ديال لي ماس اللي عندي كاينين. كما كتشوفوا كتعطيني هنايا لي ركاردومون ديال لي ماس ولا لي بوين دو ليزون ديال لي ماس. دونك غادي تشوفوا مثلا هنايا اي بوان هنايا في هاد البلايص اللي كيكونوا دايرين ليا راه غادي نلقى واحد لي كوس ديال لي ماس اللي راكبين ليا في الشاسي ديال الطوموبيل. دونك هنايا الا شفتوا مثلا مشيت هنايا لهاد رقم 3 شوفوا شنو عطاتني. عطاتني دونك عندنا ابوي دو بورت غوش دونك يعني اللي كاينه في الباب جهه ديال الكونديكتور. دونك عطاتني اول حاجه بريز دو دياغنوستيك، يعني من تما كاين عندي البريز ديال الدياغنوستيك. دونك ممكن نرجع لهذاك الكوس اللي عندي تمايا لا يكون مال سيري ولا اوكسيدي ولا لذاك الفيل الكتريك لا يكون عندي كوبي. دابا غادي ندوز للكونترول ديال لاليمونطاسيون يعني البليس. دونك هنا كيكون عندنا واحد البليس بيرمانون كيكون عندنا في لابغوش نيميرو 6. دونك هي هذه لابغوش نيميرو 6 1 2 3 4 5 6. دونك هنا حتى 8 دونك 9 10 11 12. دونك 16 كتكون عندنا هي ديال الاخر لابغوش نيميرو 6. دونك هنايا وغادي نعبر نشوف واش عندي البليس بيرمان. دونك غادي ناخذ الكوردون روج ديالي وغادي نعبر شوف الفولت متر شوف الفولت متر. دونك كما كتشوفوا الفولت متر كيعطيني صفر صفر فولت داكور. دونك هنا كنعرف ان البليس بيرمانو ما واصلش عندي. دونك هنايا خصني نرجع للشيما الكتريك باش نشوف هاد البليس هذا منين جايين. غادي ندوزو للمرحلة الثانية وهي اللي مهمة والله يرضي عليكم. تبعوا معايا مزيان كاع ولا بالامكان ديالكم خدوا ورقة وستيلو باش نوطيو لي بروش ولي زانتيغ كونيكسيون فين كاينين عندنا. هو الكونترول ديال لاليمونطاسيون كما كنعرفو كيكون عندنا في هاد لابغوش نيميغو 6، يعني في هاد الخيط اللي كيكون عندنا في الفيش ديال لوبيدي رقم 16. دونك شوفوا معايا اللي تبعناه هو هذا اللي جاي هنايا وغادي هنايا وطلع الفوق. دونك غادي نتبعوه. دونك هو هذا اللي جاينا للفوق جاينا من هنايا وجاينا من هاد الانفيزيبل اف 10. دونك ها هو اول حاجه عرفت بلي ان لا بروتيكسيون ديال الفيش ديال لوبيدي كتدار ليا بواحد الفيزيبل اللي هو اف 10.
دونك غادي نهضر على واحد جوج الحوايج هنايا. دونك اول كونترول بريليمينير كندير عندي هو كنشوف ليطا ديال هاد الفيزيبل هذا، وكنعاود نفيري في الاليمونطاسيون دابا واش وصلت ليا لهنا ولا لا. دابا الا ما وصلتش ليا الاليمونطاسيون شكون هما الاحتمالات؟ قد يكون عندي هاد الكابل هذا اللي غادي حتى الفيش ديال لوبيدي هو اللي عندي كوبي. وشوفوا هاد الكابل فين راكب، دونك راه راكب عندي في واحد الكونيكتور راني غادي نشرحه من بعد براتيكمو، واحد الكونيكتور خضر. دونك هو الكونيكتور اف في لابغوش رقم 10، يعني داك الكونيكتور اف في لابغوش رقم 10 هو اللي غادي ليا لابريز ديال لوبيدي حتى ل 16. دونك راه غادي نهضر عليه في الفيديو. وانما شوفوا الفيزيبل، دابا حنا كنعرفوا الفيزيبل كيكون عندنا في البي سي، دونك هذه بواتي افيزيبل ديال البلاك درولي، هي البواتي افيزيبل. دونك الفيزيبل راكب، وانما شوفوا هاد الفيل الكتريك اللي عندي من البواتي افيزيبل حتى هاد الكونيكتور هنايا، دونك هو اللي كيكون عندنا في لاكارت خضراء ديال الفيزيبل مسودي صافي. دونك وهنا كتكون عندي داك ليزون عاوتاني حتى لونطري منين كتجي هنا ليمونطاسيون. يعني هادو الا كان مشكل عندي مشكل في البي سي، يعني هذيك لاكارت مضروبه ليا هنايا، يعني ما غاديش تدوز ليا ليمونطاسيون اللي فيزيبل، يعني ما غاديش يكون عندي مشكل. دونك سواء الفيل كوبي كان عندنا الفيزيبل غيي، دونك كل عندنا هاد لي سيركوي امبريمي هنايا اللي عندي في البواتي في البي سي حتى هما الا كان عندنا ان موفيز كونيكسيون ولا كانوا عندنا كوبي. داكوغ. دونك بالنسبه لهاد الفيزيبل اف 10 منين كتجي هنا ليمونطاسيون، دونك الا شفتو الا تبعتو كتجي هنا ليمونطاسيون من انوتر فيزيبل، دونك اللي هو هذا. دونك الا تبعتو من هنايا على الخيط جاي غادي جاي ليا من هاد الفيزيبل اف 5، دونك حتى هو غادي نهضر عليه في لا فيديو، وهو اللي 70 امبير، يعني من الفيزيبلات الكبارين اللي عندنا القدام في الكومبارتيمون موتور. الا شفتو البواتي افيزيبل اللي عندنا في الكومبارتيمون موتور، دونك شوفوا كيعطيني من لابغوش او 5 يعني في الفيزيبل، وغادي ليا فين؟ فين راكب ليا؟ راكب ليا في الكونيكتور اي 2، يعني في الكونيكتور اي في لابغوش 2. دونك هنايا عاوتاني الا قلبتو ما لقيتش لا ليمونطاسيون هنايا في اي 2، يعني راه قد يكون عندي اف 5 هو اللي غي. يعني دونك هنايا هذا هو اللي غادي ندير الكونترول اللي غادي ندير لا ليمونطاسيون. دونك غادي نعبر في 16 نشوف واش كتوصل، غادي نشوف في اف 10 نشوفها واش كتخرج، وغادي نوريكم حتى كيفاش تعرفوا واش المشكل كاين في البي سي ولا كاين في لا لين ديال 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 لا ليمونطاسيون ديال البي سي. دونك داكشي غادي نشرح بشويه دابا في هاد لا فيديو هادي. دونك من الشيما الكتريك، دونك هو هاد لو فيل هذا جايني من هاد لو فيزيبل هذا اف 10. دونك هنا خصني الكونترول لي طا ديال الفيزيبل كيفاش داير عندي. دونك شوفوا معايا هنا لي فيزيبل، دونك هاد الفيزيبل اف 10 اللي عندي من الشيما الكتريك كما كتشوفوا ها هو. دونك انا راني انا اللي حيدته هنايا هاد الفيزيبل هذا اف 10. دونك الا كان عندي هاد لو فيزيبل غيي راه هو الفيزيبل ديال الفيش ديال لوبيدي، راه ما نقدرش ندير الدياغنوستيك للطوموبيل. دونك غادي نبدل هاد الفيزيبل، مازال غادي نوريكم الحالات فين قد يكون عندنا مشكل في البي سي. دونك حنا متبعين دابا السيركوي ايطاب بار ايطاب. دونك غادي نبرونشي هاد الفيزيبل هذا باش غادي تشوفوا، غادي نعاود نبرونشي لاباري ديالي. دونك كما كتلاحظوا دابا لاباري شعلات، كان عندنا لو فيزيبل غري. دابا الحاله الاخرى اللي نقد نطيح فيها، شوف الفيزيبل هنايا الا جيت للفيزيبل ولقيتو اون بونيطا، يعني هاد الفيزيبل هذا نون غري مزيان، ولاني لا ليمونطاسيون ما كتوصلش ليا لهنايا صافي. يعني ملي نعبر هنايا في 16 كما درت الكونترول قبيله ما غاديش نلقى البلوس. دونك شنو غادي ندير؟ دونك هاد الفيزيبل هذا منين جايه لا ليمونطاسيون، هاد الفيزيبل راه البواتي افيزيبل هي اللي كتخرج له البلوس. دونك عندنا هاد الكونيكتور هذا هو اللي جاينا من البواتي افيزيبل للكومبارتيمون موتور صافي. دونك اللي عندنا فيه الفيزيبل اللي فيه 70 امبير، هاد البي سي كدير لنا الديستريبيسيون ديال ليمونطاسيون لهاد لي فيزيبل، يعني قد يكون عندنا السيركوي انتيغري، يعني الخيط اللي هابط من هنايا لداخل في لاكارت ديال البي سي لهاد لي فيزيبل اف 10 يقد يكون هو اللي مقطع، هو اللي ما كيخرجش لا ليمونطاسيون. دونك باش نعرف واش عندي مشكل في البي سي، دونك شنو غادي ندير؟ غادي نعبر لا ليمونطاسيون ديريكتومون في الفيزيبل هنايا صافي. غادي نعبر لا ليمونطاسيون في الفيزيبل، شوف الفيزيبل الفولت متر هكذا، شوف الفولت متر نحزولك هنايا كما شفتو. عبرت لا ليمونطاسيون دابا في الفيزيبل لقيتها 9 فولت، يعني دايزه. دابا الا عبرت لا ليمونطاسيون ولقيتها 0 فولت بهاد الشكل هكا، يعني لا ليمونطاسيون ما كتخرجش ليا الفيزيبل، يعني البلوس خصني نتاكد ان البلوس وصل للبي سي هنايا. غادي نعبر عاوتاني، دونك ها البلوس هنايا غادي نشوف البلوس انه دخل للبي سي صافي.
ها هو عندي 8 فولت، يعني البلس داخل البي سي وما كيدخلش ليا الفيزيبل. دونك فين عندي المشكل هنايا؟ عندي المشكل في البي، في البي سي. دونك هو خصني نبدل البي سي هنا، راه هي اللي ما كتطلقش لهاد الفيزيبل، ولا دونك نحلو ونشوف هاد لي كونيكتور اللي عندي اللي مسودين هنايا في البي سي، يا اما يكونوا مدوسيديين ولا شي حاجه. دونك كاين بعض الاخوان اللي كيلقى في بحال هاد المشكل هذا، شنو كيدير هو؟ كيجر خيط من فيزيبل واحد اخر وكيعطي لهاد الفيزيبل. دابا الحاله الاخرى هي الا عبرت لاليمونطاسيون هنايا في الفيزيبل، عبرت هكا ولقيت، ولقيت 9 فولت، ولكن ملي كنجي نعبر في الفيش ديال لوبي دي هنايا كنلقى، ملي كنجي كنعبر هنايا في 16 كنلقى 0 فولت. دونك هاد الحاله فين عندي؟ هاد الفيزيبل دابا راه كنشوفوا السيركوي منين جايين هنا. دونك هذا هو الخيط اللي جاينا من الفيزيبل ديال الكومبارتيمون موتور، كيعطي لهاد الفيزيبل هذا، من هاد الفيزيبل هذا كيجر كيخرج ليا الفيش ديال لوبي دي في هاد الكونيكتور هذا. دونك باش غادي نعرف هاد الكونيكتور هذا، هاد الفيل الكتريك منين جايني؟ راه جايني من الشيم، من هاد الكونيكتور هذا، غادي نجبدو من الشيمو الكتريك، راكب ليا من هاد الكونيكتور هذا. دونك الا جيتي تشوف هنا ا بي سي دي او اف، دونك هو هذا الكونيكتور اف. غادي نحيد هاد الكونيكتور. دونك كيقول ليا هو اللي راكب في لابروش، شحال الرقم ديال لابروش فين لقيناه راكب؟ نشوفو معايا هنا، ها هو هذا بلا كولور ديالو، ها هو راكب ليا في لابغوش 10. دونك الا شتي الكونيكتور هنايا راه مرقم عندي 1 وهنايا 8 9 10. دونك من هنايا كيجي البليس، باش تفهموا كيجي البليس من لبواتي افيزيبل، كيدوز لهاد الفيزيبل هذا، عاد كيدوز ليا موسط البي سي وكيخرج ليا من هاد الخيط هنايا. دونك الا عبرتو لقيت البليس هنايا وما كيوصلش ليا الخيط، خصني نشوف البليس واش كيخرج ليا من البي سي كيمشي للفيش ديال اللوبي دي. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نبرونشي الكونيكتور ديالي، راه عرفته هو اللي عندي اف 10. دونك هو هذا، الا شفتو هو هذا اللي اللون ديالو كري، هو هذا 10 شفتوه، هو هذا رقم 10 شفتوه، هو هذا الكري هذا. دونك الا شفتوه راه هو هذا الكري اللي عندنا في الفيش ديال اللوبي، لوبي دي نفس الكولور. دونك غادي نعبر نعرف بعدا البي سي واش كتخرج ليا لا ليمونطاسيون ولا لا. دونك راه دابا لا ليمونطاسيون لقيتها في الفيزيبل، دابا غادي نشوفها واش كاين عندي في لاسورتي واش كتخرج. دونك غادي نعبر هنايا نشوف واش خرجت ليا لا ليمونطاسيون. دونك كما كتشوف دير الفولت متر، دونك كنلقى 8 فولت. دونك انا راه عندي الباتري مدي شارجيا، دونك هاني لقيت 8 فولت داكور. هاد 8 فولت هادي شنو كتعني ليا؟ كتعني ليا ان لي ليمونطاسيون راه كدوز من هنا وكدوز للفيزيبل وكتخرج ليا من الفيش اللي غادي لوبي دي. دونك هنا اوتوماتيكمون كنعرف ان عندي هاد الفيل الكتريك هذا كوبي، هاد الخيط اللي غادي للفيش ديال لوبي دي راه مقطع. علاش؟ الفيزيبل مزيان فيه لا ليمونطاسيون، ولا ليمونطاسيون كتخرج ليا من البوتي افيزيبل، ولكن ما كتوصلش ليا للفيش ديال لوبي، ما كتوصلش للفيش ديال لوبي دي. اوتوماتيكمون كنعرف هاد الفيل هذا اللي كوبي، دونك نقدر هاد الفيل الكتريك هذا نعبر ليه لا كونتينيتي ديالو، ونديكونيكتي هاد الكونيكتور ونعبر ليه لا كونتينيتي ديالو، ونتبع هاد الخيط هذا نشوف راه غادي نلقاه في شي بلاصه. دابا الحاله الاخرى اللي غادي نقدو نطيحو فيها هي هاد الفيزيبل هنايا. كما قلنا نعبر لا ليمونطاسيون هنايا في الفيزيبل اف 10 ما غاديش نلقى لا ليمونطاسيون، وكما شفتوا حنايا في الشيما هاد الفيزيبل اف 10 راه ليمونطاسيون كتجيه من اف 5 صافي. اف 5 هي اللي كتجيه في هاد الكونيكتور الابيض. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نعبر في هاد الكونيكتور الابيض هذا اللي هنايا، اسمح لي باش نبرونشي كيبلش. غادي نعبر في هاد الكونيكتور الابيض هذا هنايا نشوف لا ليمونطاسيون صافي. انا كنعبر لا ليمونطاسيون هنايا، هي كما كتشوفوا كنلقى 9 فولت، يعني لا ليمونطاسيون واصله لهنايا ولكن ما كتخرجش ليا في الفيزيبل هنايا. يعني هنا كنعرف مشكل عندي كما قلت لكم في البي سي، ولكن الا عبرت هنايا في لا ليمونطاسيون اللي جايه للبي سي ولقيتها 0 فولت بحال هكا، هنا كنعرف مشكل يا اما عندي في هذا الكابل هذا، يا اما عندي في البواتي افيزيبل اللي جايني من الكومبارتيمون موتور. دابا غادي نمشي للبواتي افيزيبل الكومبارتيمون موتور نعبروا لا ليمونطاسيون ديالو، ندير بوز. دونك هذا هو البواتي افيزيبل الثاني، صوره من الفوق. دونك عندنا البواتي افيزيبل اللي عندنا في الكومبارتيمون موتور، دونك هذا البواتي افيزيبل نيميرو 1، وهذا عندنا البواتي افيزيبل نيميرو 2 اللي عندنا في الكومبارتيمون موتور. دونك 1 2 3 4 5، دونك هذا هو الخامس. شوف شوف رقم 5 بينوا هنا، ما عرفتش كيبان لكم ولا لا،
الا شفتوا هذا 6 وهذا 5، دونك هو هذا هذا الفيزيبل هذا هو اللي غادي ليا البيسي لهذيك الخيط الابيض اللي عبرنا قبيلات. دونك غادي نشوف هذا الفيزيبل هذا الا كان عندي غي اوتوماتيكمون ما غاديش يكون عندي غير مشكل في الفيش ديال لو بي دي، غادي يكون عندي مشكل في بزاف ديال لي زوبر سيركوي. دونك الا جيتو شفتو قلبتو هنايا شوف هو هذا اللي عندنا في اف 5، شوف هنايا هادي رقم 5 الا شفتوه هو هذا اللي كتبين الفيزيبل اف 5 هو هذا لو فيل بلو هذا. الا شفتوه قبيله راه قلبنا لا ليمونطاسيون لقينا فيه لا ليمونطاسيون. حنا نفترضوا دابا ان هذا الفيزيبل هذا عندنا غريي، دونك انا غادي نديمونتي، انا غادي نحيد هذا الفيزيبل. دابا غادي نمشي نعبروا لا ليمونطاسيون في هذاك لو فيل اللي كيدير لا ليمونطاسيون البيسي، نشوف واش كاينه فيه لا ليمونطاسيون. دونك هو هذا الا شفتوه راه هذا هو لو فيل اللي جاينا لا ليمونطاسيون ديال البي سي اللي جاينا من الفيزيبل اف 5. دونك الا شفتو قبل صرا عبرنا فيه لا ليمونطاسيون، دابا غادي نعبروا لا ليمونطاسيون اللي حيدنا الفيزيبل، غادي نلقاو 0 فولت صافي. دونك الا شفتو راه ما بقاتش عندنا لا طونسيون صافي، ما بقاتش كتوصل حيت حيدت بطبيعه الحال الفيزيبل. دونك كنتمنى انني شرحت كيفاش كندير دياغنوستيك سيركوي. دونك غادي ندير واحد الرابيل بالزربه هنايا. دونك اول حاجه كنشوف ليطا ديال الفيزيبل، الا لقيت الفيزيبل مزيان كنعبر ليه لا طونسيون، الا لقيت ما كايناش فيه لا طونسيون يعني كنعرف راه عندي مشكل، يا اما في الفيزيبل اف 5 هو اللي ما واصلاش. دونك قبل ما نحكم على الفيزيبل اف 5 خصني نعبر لا ليمونطاسيون واش كتدخل هنايا. الا لقيت لا ليمونطاسيون كتدخل ليا هنايا في الكونيكتور وما كتخرجش ليا في الفيزيبل هنايا، دونك خصني نفيريفي ليطا ديال لي كونيكتور واش مزيانين. الا لقيتهم مزيانين غادي نعرف مشكله راه عندي في البي سي هي اللي ما كتخرجش. لقيت لا ليمونطاسيون كاينه عندي في الفيزيبل هنايا يعني كتوصل ليا في الفيزيبل هنايا، دونك غادي نمشي نعبر في السورتي هنايا في هذا الكونيكتور فير هنايا هذا. دونك هذا راه هو اللي لقيناه، قلنا هو الكونيكتور او اللي عندنا في لابين 10 رقم 10، دونك هو اللي غادي للفيش ديال لوبي دي هنايا. دونك انت على حسب الحاله اللي عندك في كل طوموبيل غادي تخدم عليها. السلام عليكم.